ونروح بسرعه لاستاد القاهره مع زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي حضر النهارده الجانب المتعلق بالتدريب، المؤتمر الصحفي، كل الجوانب المتعلقه بالتحضير قبل مواجهه الغد مع العين بطل اسيا. كريم مساء الفل، تحياتي ليك وتحيات كابتن احمد عادل ليك، وعايزين نطمن منك على اخر الاخبار والترتيبات الخاصه بالاهلي قبل مواجهه العين غدا في 8 مساء على استاد القاهره الدولي. كل التحيه والتقدير ليك زميلي العزيز محمد سعيد والكابتن كابتن احمد عادل وكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني ان شاء الله باذن الله محمد الاجواء كلها والظروف والتحضيرات، سواء التحضيرات الفنيه التحضيرات الاداريه الخاصه بالجمهور، كل الاجواء والظروف والمناخ باذن الله ان شاء الله يكون يوم سعيد ويوم فرح على كل جمهور النادي الاهلي. واحده من المباريات الصعبه والغايه في الصعوبه كمان لكلا الفريقين، الكل بيحضر الكل بيجتهد، سواء نادي العين الحقيقه بيقوم بمجهود اكيد تحضيري على مستوى طبعا اللاعبين، على مستوى الجلسات النفسيه، وعلى الجانب الاخر كالعاده النادي الاهلي وميزه لاعبي النادي الاهلي بقيمته الكبيره الفصل بين البطولات، ده امر بيكون مهم جدا. وعشان كده الفريق البطل يا محمد بيطلع من بطوله لبطوله برغبه متجدده بمعنويات مرتفعه، عشان كده بنراهن على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني، ده مش جديد علينا ان احنا نكون مركزين جدا في مباراه بقوه هذه المباراه على المستوى الفني رغم الغيابات ورغم طبعا الاصابات، لكن الحمد لله يعني وصولا حتى هذه اللحظه الامور كلها ماشيه بشكل طيب جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. يمكن كلمت امبارح طبعا على يوسف اللي هو الوحيد طبعا اللي هيكون مش متواجد، لكن النهارده بنشوف داري وكمان بنشوف كهربا، ودي نقطه مهمه جدا ان احنا نشوف ممتاز. محمود عبد المنعم كهربا في التدريب الرئيسي والاخير قبل مباراه بقيمه وحجم نادي العين الاماراتي، يكون ليه دور او ملوش دور في التواجد في القائمه او خارج طبعا القائمه، كل الامور دي بتكون معروفه عن الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر، لكن نفسيا الحقيقه بيكون امر مهم جدا. نقطه من اول السطر كهربا كالعاده طبعا ان شاء الله باذن الله يكون ليه تاثير مع فريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. عايز اقول لك يا محمد وجود الكابتن محمود الخطيب كعادته في التدريبات الاخيره في المباريات الحاسمه بيكون ليها مردود كبير جدا على كل اللاعبين، اللمسات السلام النظره البسيطه تحياته للاعبين كلامه البسيط جدا مع اللاعبين مردوده بيكون كبير جدا، وبنامل ان شاء الله باذن الله يكون لعيبه عندها استيعاب كبير لهذا الامر. طبعا احنا عارفين قيمه المباراه واهميه البطوله بشكل عام واهميه الحضور الجماهيري الكبير جدا اللي لابد ان احنا نتكلم عليها محمد. عايز طبعا في البدايه نشيد بوزاره الداخليه الحقيقه على الترتيبات اللي احنا شايفينها من اللحظه دي، ويمكن كمان من امس في ترتيبات كبيره جدا جدا على مستوى كل الابواب الخاصه باستاد القاهره الدخول والخروج، التعليمات المهمه جدا بجانب الشركه الافريقيه اللي ايضا كمان بتقوم بدور مهم وكبير جدا داخل استاد القاهره. ان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح للكل، الكل اجتهد محمد بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، كان زي ما بقول لك خلاص النهارده معروف ال 15 دقيقه الاولى للاعلام ووسائل الاعلام بالكامل، مجرد انتهت ال 15 دقيقه محمد كل وسائل الاعلام وكل الاعلاميين والصحفيين خارج الاستاد او خارج البوابات الخاصه طبعا بدخول لاعبي النادي الاهلي او الملعب بشكل كامل. ده امر كان يمكن تحذير او يمكن كان تعليمات من الفيفا وايضا كمان من النادي الاهلي، وعلى الجانب الاخر نادي العين يمكن عندنا معلومه ايضا كمان نادي العين مش عايز يكون اي حد متواجد بعد انتهاء المده، الكل زي ما بقول لك يا محمد بيحضر، الكل بيحاول ان هو يفرض سريه تامه على التدريبات، لكن اللي احنا عارفينه عن النادي الاهلي، النادي الاهلي خلاص انتهى الترتيب وانتهى التشكيل وانتهت اللمسات الاخيره في تدريب الامس اللي كان مهم جدا لكل لاعبي النادي الاهلي، النهارده بس كلها امور خاصه تكتيكيه بسيطه، ركلات ترجيح في الاخر كالعاده زي ما عودنا مستر كولر، لكن ان شاء الله يا محمد كل الامور دي تكون معانا، ويا رب يا رب ان شاء الله باذن الله يكون فوز امس وفوز كبير بمشيئه الله على النادي العين الاماراتي. طيب كريم انا عايز اكد على مشهد مهم جدا ومشهد مميز جدا، حرص الكابتن محمود الخطيب بس مش الترحيب باللاعبين والجهاز الفني فور الوصول لاستاد القاهره، لا ده كمان نزل معاهم لارضيه الملعب وكان في كلمات سريعه جدا قبل بدايه التدريب. يمكن المشهد ده يا ريت لو حتى زملائي في الكنترول يرجعوا المشهد من تاني، اللي اكيد رساله وحاجه ايجابيه، احنا طبعا كنا بنشوفها دايما في الكواليس خارج مصر، لكن مباراه داخل مصر اكيد ليها مدلول وليها رساله مهمه. بالتاكيد يا محمد الكابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيره وبحضوره المميز جدا الحقيقه زي ما بقول لك مردوده بيكون كبير جدا 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 على لاعبي النادي الاهلي، الحرص ان هو يكون متواجد في ارضيه الملعب يسلم على اللعيبه يسلم على كل الناس اللي متواجده، دي رساله مهمه جدا. زي ما بقول لك يا محمد الفوز في البطوله الماضيه انتهى بكل فرحته وبكل كواليسه، هي رساله الكابتن محمود النهارده ان احنا عندنا مهمه جديده ومهمه قويه جدا محتاجه كل التكاتف لكل اللاعبين لكل الجهاز الفني لكل الجهاز الاداري، عشان كده وجوده في التدريب
التدريبات وجوده، يمكن كان متواجد امس ايضا كمان في التدريب الاخير على ملعب استاد التتش مقر النادي الاهلي بالجزيره. النهارده لمسته اللاعبين، هزاره مع اللاعبين البسيط جدا على قد ما بيكون فيها ابتسامه، لكن زي ما بقول لك يا محمد لعيبه مستوعبه بشكل كبير جدا مدى اهميه هذه البطوله ومدى اهميه هذه المباراه، ومدى ايضا كمان حرص مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل متمثل في الكابتن محمود الخطيب اللي اكيد بيتحامل على نفسه بشكل كبير جدا في هذه اللحظات، ان يكون متواجد الاب ما يكون متواجد محمد مع ابنائه بقيمه هذه المباريات وبقيمه البطوله. طبعا بطوله الانتر كونتيننتال بتكون ليها رساله مهمه جدا، يا رب ان شاء الله باذن الله لاعبتنا تكون عندها الوعي الكبير والاستيعاب الكبير لهذه الرسائل الكبيره، وايضا كمان من جمهورنا اللي منتظرينه بمشيئه الله ان شاء الله يكون كالعاده ليه مفعول السحر، الهتاف، التشجيع، الدور الفني اكيد متروك للاعبين، لكن دور الجمهور مهم جدا جدا باذن الله يكون ليهم مفعول السحر ان شاء الله، والكل بيكمل بعض يا محمد، والنجم هو النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله كالعاده يبقى النادي الاهلي على منصات التتويج، وان شاء الله باذن الله تكون المباراه غدا من نصيب النادي الاهلي باذن الله. زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي من قلب الحدث في استاد القاهره الدولي نقل لنا كل الكواليس والتفاصيل والاخبار الخاصه باستعداد الاهلي لمباراه العين الاماراتيه.